معنا بشان هذا الموضوع من عبر سكايب من بيروت دكتور وليد الايوبي، استاذ القانون الدولي في الجامعه اللبنانيه. مرحبا بك دكتور وليد. اذا الحرب المنسيه كما اطلق عليها الغرب، والتي خلفت 5 ملايين قتيل و 67 سنه من الكراهيه، هل انتهت باصدار بيان مشترك تعهد فيه الرئيسان بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية؟ هل أنهى هذا البيان الحقبة الماضية برأيك؟ السؤال مهم الحقيقة، يعني لابد من أن أستحضر يعني جوابا على هذا السؤال. قول صموئيل هانتنغتون الذي يعتبر بأن الغطرسة الغربية ممزوجة بالتشدد الأصولي مع التوكيد الصيني تشكل خطرا على العالم. يعني إذا خففنا من هذه الغطرسة ومن هذا التوكيد ومن هذه الأصولية، يعني يعم السلام في هذا العالم بالتأكيد بالتأكيد. أنا أعتقد بأننا نحن ندخل اليوم في حقبة جديدة، طبعا يعني المصالح مختلفة ولكن الغاية واحدة، ودون تحقيق هذا الهدف طبعا معوقات كثيرة جدا، لأن هناك مصالح الحقيقة في شرق آسيا، يعني هناك دول فاعلة ذات مصالح مهمة جدا وتعيش تناقضات تاريخية لكن ما تزال حية. أنا أتكلم هنا عن اليابان، أنا أتكلم هنا عن الصين، أنا أتكلم هنا عن الكوريتين، وأنا أعتبر بأن الكوريتين هي كوريا واحدة الحقيقة، لأنه يعني نحن من خلال دراساتنا نرى ونلاحظ بأن كوريا الجنوبية دائما تنظر إلى كوريا الشمالية على أنها جزء منها، والعكس هو صحيح. فإذا أنا أتساءل وأسأل، هل من مصلحة واشنطن أن تتوحد الكوريتين؟ أنا لا أعتقد، لأنه توحيد الكوريتين على سبيل المثال سوف يشكل خطرا على المصالح اليابانية، واليابان طبعا مرتبطة عضويا ومصلحيا واستراتيجيا مع واشنطن إلى آخره. طبعا هناك إذا تناقضات، نحن نرجو أن يعم السلام في كل العالم، ولكن الموضوع متعلق بالمصالح والمصالح حصرا، لأن واشنطن بالذات تخشى طبعا هذه الدول التي تسميها مارقة، الدول يعني إيران، سوريا، كوريا، البارحة كنا نتكلم عن الأرجنتين، شافيز، كوبا فيما مضى إلى آخره، هذه دول مارقة من منظور أمريكي، وطبعا لأنها معارضة للسياسة الأمريكية والمصالح الأمريكية، وأمريكا تسعى أيضا إلى ترويضها، يعني تارة بالعصا وتارة بالجزرة. اليوم جاء يعني دور الجزرة بعد أن استعملت العصا وتبين بأن العصا كانت غير فاعلة أو فعالة. طيب كيف ستؤثر هذه الزيارة في اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جون جون؟ طبعا هذا اللقاء بين الكوريتين طبعا هو يحصل في الأساس يعني برعاية أمريكية صينية بالتأكيد، وللصين دور كبير في ترتيب هذا اللقاء حقيقة الأمر، تمهيدا يعني لحصوله في وقت قريب. عفوا، أنا أعتقد بأن يعني واشنطن اليوم تعتمد استراتيجية، الحقيقة هذه استراتيجية نسميها استراتيجية القوة الناعمة أو القوة الهادئة، وهذه يعني هو يعود إلى استراتيجية باراك أوباما الحقيقة الذي استهجنها ويعني ضرب بها وجه الأفق. هو يعني اقتنع بأن سياسة القوة بالمعنى بالبلطجة يعني انه لا تجدي نفعا، فهو يعتمد هذه استراتيجية من اجل تحقيق اهدافه، واهدافه الحقيقة هي نزع السلاح النووي بالدرجة الاولى، لانه موضوع السلاح النووي من منظور امريكي، من منظور النخب الامريكية الحاكمة، ومن منظور الرأي العام الامريكي، هو موضوع خطير جدا وجدي جدا، لا يعني لا يحمل يعني اي طيب دكتور يعني وليد. قلت اذا يعني حققنا إذا تحققت وتحقق هذا التقارب بين الكوريتين، فقد نكون خففنا من الغطرسة وسيعم السلام. طيب ماذا لو قررت كوريا الشمالية حل الأزمة والتصالح مع الغرب؟ كيف ترى ميزان القوى في الشرق الأوسط، وما موقف كل من الصين وروسيا من هذا الحراك الكوريا الشمالي؟
طبعا نحن يعني ننظر الى الموضوع من زاويه يعني صراع المصالح وطبيعه الاستراتيجيات التي تعتمدها الدول، وليس من منظور اخلاقي الذي نحن مسكونين به ونرجوه ونرتجيه دائما. ولكن الموضوع الحقيقه يعني مرتبط بشيء نسميه ايضا السيستم، انا اشدد على هذا المفهوم واكرره دائما. ما يحصل في الشرق الاوسط هو مرتبط بما يحصل بشرق اسيا، وحقيقه الامر يعني انه يعني أمريكا واشنطن هي ضنينة بالحفاظ على مصالح حلفائها في الشرق الأقصى. يعني على سبيل المثال أي خطر يعني في مضيق هرمز يرتبط بتدفق النفط يعني إلى الأسواق الشرق آسيوية إلى آخره، طبعا يهدد مصالح كوريا الجنوبية ومصالح كوريا ومصالح اليابان ومصالح يعني بحر الصين بأجمله من منظور أمريكي. طبعا هناك صراع أمريكي صيني مرتبط أيضا موجود يعني هو يسود منطقة الشرق الأوسط ويسود منطقة شرق آسيا. يعني نحن اليوم نعلم أنه الباكستان وهذا الخط يعني الحزام الذي بني تم بناؤه من قبل الصين والذي يصل حتى بحر العرب وحتى حتى الشواطئ الباكستانية يعني، والذي يهدد المصالح الأمريكية في الخليج، والذي يجعل يعني السلع الصينية تتدفق يعني عبر هذه الأمواج المتلاطمة حتى تصل إلى أوروبا والأسواق الأوروبية. هذا طبعا يشكل خطر وليس هذا مزاحا. هذا يجرنا دكتور وليد إلى الحديث عن حل أزمة النووي الإيراني. باعتقادك حل أزمة النووي الكوري سيعطي مساحة للولايات المتحدة لأن توجه عصاها باتجاه إيران؟ 100%، هذا السؤال جوابه كامن فيه. لا يمكن يعني ترويض إيران وإخضاع إيران سوى بإخضاع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية دورها كان حتى اللحظة يعني دورا مؤثرا جدا ومغيظا جدا للسياسة الأمريكية. هي التي سلحت وزودت إيران بكل منظوماتها الصاروخية، هي التي تزود الباكستان والجزائر وليبيا فيما مضى، وهي تشكل الوسيط يعني الخفي الذي أصبح يعني ليس مستترا وإنما ظاهرا، هو وسيط الصين في صراعها ضد واشنطن في كل أقاليم العالم لا سيما في الشرق الأوسط. بالتأكيد القضاء على إيران يبدأ بالقضاء على 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 الدور الكوري الشمالي في شرق آسيا، ومن ثم قد أيضا تكون له مفاعيل على الساحة السورية التي يعني يتراجع فيها الدور الأمريكي. نعم دكتور وليد الأيوبي، أشكرك الشكر الجزيل، عبر سكايب أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية. أهلا بكم.